كلبك اها صول على واحد قلت له مكان ادخل هكاك. وصافي بالليل قلت له واش هو يعني شدك بقوة؟ اي واش انتوما مشيتوا للمخزن؟ لا معلش ما درتش من الاول. قلت لك فيه اثنين اه واش يهددك دابا؟ انت اشنو كطالبي من المسؤولين الحياة؟ كنت منو غير قيد ولدو انت ولدو في الحالة المدنية، انت ما كطلبيش شي عقاب ولا شي حاجة، نطلب يدخل الحبس انه ياخذ الجزاء ديالو. وبقيت يهدد فيك دابا؟ لا عمرني ما شدت دابا عمرك شتيه؟ لا يعني حياة دابا انت يا عندك وليد شحال في عمره؟ ما عرفت ما عرفتيش؟ يا وليد باقي صغير. وهو فاش قلتوا ليه بانه راه ولده هذا، اشنو رد الفعل ديالو؟ واش اوكي كاين هو نكر؟ والوالده عندك ديك الساعه فاش انه تعدى عليك، واش الوالده ديالك كانت ولا ما كانش؟ لا ما كاينش. في كتمشي؟ مشيت للجنان. يعني انت الوحيده اللي كنتي في الدار؟ حياتي دابا انت كنتي دخلتي الدوسي ديالك دخل المحكمه وبغى يدير التحاليل، يعني مازال ما كاينش شي نتيجه على التحاليل، مازال ما خرجش. وانت متاكده بعد التهمه اللي وجهتي لهذا السيد بانه هو اللي اعتصبك؟ سيدي المشكل عندي واحد البنت عندي ديالي مغتصبه واحد ولد عمي، وجا خلاني اتخرجت انا من الدار، وجا كيدوق عليا على الدار ديالي ولقى ليا بنتي في تما عفسها كرفسها، دخل على الدريه في الدار وكرفسها، ومشى الدريه ما قالت لينا والو تقريبا 6 شهور هي مشات، باش هو علاش ما قالت لينا والو كيهددها هو بالموس، قال لي الا قلتي شي حاجه راه انا غنصفيها ليك. والدريه ساكته هكا تا ولدات، ملي كاع ولدات مشيت عند الجندار عاود ليه الواقع ديالي، جاو معايا للدار حققوا معايا، ماشي مرة ماشي جوج مرات، جاو تا لهنا ورجعوا، وجاو اللي كاع مشينا للمحاكم ودخل اسمو الدوسي ديالي داو للمحكمة، سيفتوه للمحكمة ولحقوني في التحاليل، قالوا لي التحاليل سيدي سيدي تندوز ندير التحاليل، التحاليل دابا 6 شهور هادي باش يمشاو التحاليل ما بانوش، ودابا كنطلب من الله والمخزن يخد لي حقي، دابا غنتبع انا هاد الشيء حتى ما بان لي حقي، انا غادي ندير حقي بيديا، نشوف هذاك السيد كي غندير معاه، ودابا الله يرحم والدين الله يكثر خيركم. واش سيدي هاد القضية ديال البنت عندك اللي اغتصبت، واش انت ما فراسك ما شفتوهاش انها ما فراسي والو سيدي، وبعد البنت واش اغتصبت وحملات ولا غير اغتصبت؟ وحملات نعم سيدي اه اغتصبات وحملات بقى حتى حملات، ولدات ولدات عند اشنو؟ عندها وليد؟ عندها وليد شحال العمر ديالو؟ دابا شي 5 شهور هذه باش اللي عندي، انتوا ما عرفتوش كيفاش البنت ما بانش لكم الحمل ديالها وهي خبات عليكم؟ عند الدريه غليظه وما بان فيها والو، وزايدون هي كتستراحي انت هذاك اللي كيهديها كيهديها هذاك على ود ماشي هي ما يبانش داكشي، وقال لي عاش تقول اش يقول قال داكشي اللي قالته ما صدقاتش ليه. شحال في عمرها البنت؟ دابا الدريه عندها 20 عام. 20 سنة. 20 سنة. كيفاش تلقيتو نتوما هذا الخبر ديال ان السيده حامله؟ جيتو لقيتيها حامله؟ انت فين كنتي بعدا؟ انا كنت سيدي عساس قدام فواحد الطريق، انا عساس ديال اللي كنمشي مع الخمسة في العشية، ما كان نجي حتى السبعة الصباح، ملي كندخل كاع من الخدمة كنمشي عندي الخدمة ديالي في الجنان كنمشي هكا هكا، أمها كاينة كاينة كتمشي هي اللي كتخرج على برا حين تردات على الدار باش ما دير لينا هكاك، داكشي علاش خايفين تحنا فيه، دابا ما كيفاش كتمشي فين كتمشي على برا فين؟ ملي كتمشي عندنا راك عارف الجبل كيف داير، عندنا البهايم وعندنا بزاف ديال المشاكل، الدرية كتبقى في الدار أمها كتخرج على برا كتخليها واحد الدري خوها ولدي واش ما مكبرة الفلاحة الفلاحة في الجنان هكا هكا. وهذاك حتى نهار سيق الاخبار ما كنتش انا دخل على الدريه وكرفسها، ولا اله الا محمد رسول الله. شنو كطلب دابا انت؟ دابا كنطلب من عندكم من عند الله ومن عندكم كنطلب انا غير المستقبل ديال الدري، غير ما يضيعش ليا الدري، كنطلب اسيدي الدري تحت ليا في الكارني ما يضيعش، داكشي اللي كنطلب من عند الله ونخزن والله يرحم والديك.